بدأنا المحاضرات الماضية سلسلة دروس ماشين ليرنينج بيزكس ويت كيراس. شفنا كيف نعمل كلاسيفيكيشن للايمج، وشفنا كيف نعمل ريجريشن، وشفنا انه يعني الخطوات انه كيف انه انا بدي احضر البيانات وابني سيكوينشال لاير واصفط اللايرز هيك ورا بعض. في شغلات انه جديدة واضافية تعلمناها في الريجريشن، انه انا في عندي منحنيين، انا في عندي الهيستوري بدي اخده عشان اعمل بلوت لمنحنيين، منحنى للتريننج ومنحنى للفاليديشن. وشفنا انه المنحنيين هذول لما اول ما يبدوا ان هم يبعدوا عن بعض، معنى ذلك انه انا دخلت في منطقه الاوفر فيتنج، يفترض ان انا اعمل ستوب. وشفنا كيف نعمل ستوب باستخدام الكول باكس الايرلي ستوب. اليوم بدنا نشوف ان شاء الله كيف نعمل تكست كلاسيفيكيشن. اوكي، بدنا خدوا معايا نسخه من هذه النوت بوك على الكولاب. يعيد تسمية النوت بوك وأخلي إنه يحفظ الأوتبوت. بتلاحظوا هنا في النوت بوك سيتنجز إنه هو مفعل الجي بي يو. نعم، إنه تكست بري بروسيسنج عادة إنه بيحتاج يعني الدايمنشنالتي فيه هيوج، حنشوف ليش، وبيحتاج كومبيوتيشنال باور عالية، فبالتالي إنه الجي بي يو هينفعل هنا. طيب الآن أنا عندي أول خطوة، بدي أنزل الـ pip install tf nightly، وحكينا عنه المرة الماضية إنه هذه آخر نسخة من التنسر فلو، آخر نسخة stable اللي هي 2.2، لكن الـ nightly shots اللي هم بيعملوا لها release باستمرار اللي هي حتكون الـ next version. الله يعطيك العافية. تفضل. فبتكون آخر نسخة موجودة هناك. تمام، لأن أنا بدي أستخدم فيها شغلات متقدمة. اوكي، خلص التنزيل. ممكن بالمناسبة اعمل كلير للاوتبوت بدل ما اعمل اضلني اعمل سكرول زي هيك، ممكن اعمل كلير للاوتبوت انه هذه اوريدي اكسكيوتد والاوتبوت تبعه انا مش لازمني فبشيله. بعديها بعمل الامبورت تبعي تنسر فلو كيراس امبورت لايرز لوسز. في عندي شغلة جديدة بدنا نعملها، امبورت pre-processing، وبعدين في عندي TensorFlow Keras layers pre-processing import text vectorization. طبعا text vectorization هذه انه عادة انه بقدرش يعني خلي النيورال نتورك تتعامل مع الكلمات بشكل مباشر، فايش بدي اسوي؟ بدي احولها لارقام. تمام، الصور انا عندي بيكسلز وهي اوريدي ارقام، فبالتالي ما فيش داعي ان انا احولها، مجرد ان انا اعمل read لايمج، فبالتالي يا اما بتكون انه ماتريكس واحده او ثلاثه ماتريسيز اذا كانت ار جي بي. اما هنا انا عندي تكست فبدي احوله لارقام، بحتاج اني اعمل فيكتورايزيشن او تكست فيكتورايزيشن. نشوف نسخه التنسر فلو زي ما حكيت لكم 2.4، هذه النايتلي شوتس. تمام، هذه النسخه مطوره متى؟ في 21/7/2020. كاجل على وين؟ صحيح، حتى عندك لوكالي على الجيبيتور اللي عندك تقدر انه انت تستخدمه. تمام، طيب احنا ايش نسوي في التاسك هذه؟ التكست كلاسيفيكيشن.
sentiment analysis. هو sentiment analysis هو عبارة عن في النهاية عبارة عن text classification. أنا بدي أصنف التكست دوكيومنت هذا إنه هو بوزيتيف أو نيجاتيف، وهو هذه تاسك مطلوبة بشكل كبير عند الشركات، لأنه بدي أخذ مثلا التويتس أو الكومنتس أنا عندي على بوستات معينة وأشوف هل هي بوزيتيف أو نيجاتيف، فبحتاج إنه أنا أعمل أناليسيس للتكست. طيب الداتا سيت اللي إحنا بنشتغل عليها اللي هي الـ IMDB، اعتقد انه مرت عليكم هاي الداتا سيت او هذا السايت، مر عليكم هذا السايت اللي هو هاي IMDB. تمام، ايش بيعطيني؟ بيعطيني مراجعات لافلام. تمام، والافلام هذه بتكون مصنفه انه اذا كانت انه افلام هذه ساينس فيكشن او كوميدي او الى اخره من هذه الشغلات. تمام، ممكن ادور على اي فيلم مثلا على سبيل المثال The Message. The Message 1976، عارفينه الفيلم هذا اكيد. كيف؟ دايركتور مصطفى العقاد، فيلم الرسالة. تمام، فبالتالي انا هذه عبارة عن شوتس من الفيلم، وانا عندي الكاست توزيع الادوار، عندي انتوني كوين اخذ دور حمزة، و ايرين باباز اخذ دور هند الى اخره. وهنا بقدر انه انا اشوف هذه الستوري لاين، وبقدر اشوف الريفيوز تبعت الفيلم هذه من ال يعني ناس انه هي يعني شاهدت الفيلم وبتكتب ريفيو عليه انه هذا الفيلم انه هل هو بوزيتيف او نيجاتيف. لقيت هو قديش ماخذ تريد، ماخذ 8.2 من 10. تمام، و هذه ريليتد نيوز بعد الكاستينج الستوري لاين. هاي يوزر ريفيوز. I saw this film when I was working and living in Brazil 1979. Most of my friends قاعد هو بشوف قصته، يعني قاعد يعني بيعمل مراجعة على الفيلم هذا انه كيف شافه وكيف شاف الفيلم هذا، هل هو شيق بالنسبة له. فبالتالي هذه مراجعة من المراجعات اللي موجودة هنا. See all 147 user reviews. اوكي، ف يعني انه صار سكرابينج للريفيوز هذه للافلام من هذا السايت، وانه تم تجميعها في هذه الداتا سيت. تمام، هجيت هذه الداتا سيت تتكون، هذه عبارة عن large review data set تتكون من 50 movie reviews، 50,000 مراجعة للأفلام. كيف مقسمة؟ 25,000 للtraining و 25,000 للtest. شايفين قديش حجم التست وقديش حجم الترين؟ هنا ما فيش مجال للبايس انه يكون في انحياز في التست. انا عندي او الموديل تبعي انه هو يشنس ان صح التعبير، او تصدف انه هو يجيب سكور عالي على التست ديتا، لان التست ديتا كثير كبيره وما فيش مجال انه نعمل كروس فاليديشن. يعني الاكسبيرمنت لو بدي اقسمها حتى لو 5 فولز، انه راح اعمل 5 اكسبيرمنتس على 50,000 تكست ريفيو او تكست دوكيومنت، انه هتاخذ وقت طويل. فبالتالي الانسب اصلا في هذه الحالة إنه أنا أقسم البيانات أنا عندي لترين وتست بهذا الشكل. تمام؟ طبعاً الداتا سيت هنا موجودة على الإنترنت إنه كملف مضغوط من جامعة ستانفورد مجمعة. راح أستخدم الكيراس يوتيل جيت فايل، وهنا إيش بديله؟ بديله الملف، وهنا أنتر بتساوي ترو. ليش؟ لأنه الملف هذا تار جي زب. تمام؟ فهو لحاله بروح بفرط لي. تمام،
طبعا الانترنت سريع عند الجوجل كولاب، بشكل سريع خلص التنزيل. تمام، الآن بدي أشوف المسار اللي هو نزله فيه. هاي في هذا المسار، تمام. الآن بدي أعمل ليست للدايركتوريز. بالمناسبة أنا ممكن أعمل ليست للدايركتوريز باستخدام اللينكس كوماند أو بالبايثون، إنه أنا في عندي باكج اسمها أو إس بعمل ليست دي أي آر للدايركتوري هذا بشوف إيش المحتوى. فبالتالي بقول لي أنت في عندك ملف اسمه IMDB vocab، تمام، وفي عندي IMDBER.txt test train وريدمي. هذا الكلام زي ما حكيت لكم انه انا ممكن اعمل ls لهذا المسار يديني نفس النتيجة، فجاب لي انه الملفات زي هيك سواء كان بالبايثون او باللينكس كوماند، تمام. فانا عندي مجلد للترين ومجلد للتست. طيب الان عرضنا انا بستخدم هذه الشغله اللي هي او اس باث جوين. هنا بروح بعمل لي جوين لمجلدين حسب الدايركتوري سيبريتور المستخدم في النظام التشغيلي. ليش؟ لانه الدايركتوري سيبريتور انا عندي في لينكس عبارة عن سلاش وفي الويندوز باك سلاش، فعشان اريح راسي انه انا ما اتلخبطش انه احط سلاش او باك سلاش، فبستخدم هذه اليوتيلي او اس باث جوين، بدي له المجلد الاول والمجلد الثاني. شوفي كيف بعرض لي انه خلي اعرض لكم انه هذا الترين دايركتوري انه بعد ما عمل الجوين انه هو مجرد انه بس عمل حط سلاش بيناتهم، تمام. ايش محتويات المجلد هذا اللي هو الترين؟ في عندي هنا يو ار ال تبع نيجاتيف ريفيوز، هذا عباره عن اليو ار الز للنيجاتيف ريفيوز المجمعه اللي صار لها سكرابينج من السايت هذا، بالاضافه مجلد للبوزيتيف، مجلد للنيجاتيف، في مجلدات ثانيه وملفات ثانيه كثير، بس احنا ايش بدنا نركز؟ انه زي ما احنا بدنا نتعامل مع الصور، انه انا في عندي مجلد وكل مجلد فرعي عباره عن كلاس، هنا نفس الفكره، انا عندي مجلد رئيسي وكل مجلد فرعي راح يكون عباره عن كلاس، فعندي الترين في مجلد اسمه بوزيتيف بيحتوي على كل البوزيتيف ريفيوز، مجلد نيجاتيف بيحتوي على كل النيجاتيف ريفيو، في عندي مجلد ثالث هيو هنا ما بلزمنيش، عشان هيك حتلاقي انه هنا بده يتخلص مني، اوكي؟ طيب بدنا ناخذ عينه من الملفات. سامبل فايل او اس باث جوين، واخذ انه اسم هذا الملف موجود في الريفيو البوزيتيف ريفيو. فايش بدي اسوي؟ بدي اطبع هذا الملف وبدي اطبع اللينث تبعه. قطعه لكلمات split. لاحظوا انه انا عندي في البايثون انا لما استخدم with انا عندي open file as f، فهو لحاله بروح بعمل scope، ومفيش داعي انه انا اغلق الملف، هو لوحده بروح بعمل بغلق الملف، فبالتالي بعمل scope جديد في البايثون. يعني هذه حتمر عليكم يعني تمر عليكم اكثر من مره، فخلينا نشوف الريفيو والطول تبعه. اوكي، هاي الريفيو كله بالكامل، تمام، وبيتكون من 126 كلمة، تمام. الآن الكلاس هذا اللي احنا عم نستخدمه text data set from directory برضه حنستخدم زيه للايمجز، اسمه image data set from directory. كيف بتعامل؟ بتعامل انه انا بدي له المين دايركتوري
كل مجلد فرعي موجود في المين دايركتوري بيعتبره كلاس، وكل ملف موجود في الـ في الـ في في الكلاس هذا بيعتبره عباره عن اكزامبل والليبل تبعه كذا، هذا الكلاس. واضح كيف؟ مش واضح؟ يعني هنا انا بدي اعمل كلاسيفيكيشن للايمجز تبعت الكاتس والدوكس، تمام؟ نزلت الداتا سيت، فكيت الضغط تبعها، تمام؟ الملفات او الداتا موجوده انا عندي كلها في مجلد ايش اسمه؟ بت ايمجز. لقيت شفت ايش في مجلدات فرعيه، لقيت مجلد للكات ومجلد للدوك، فهذا بروح بعتبره كلاس وهذا بروح بعتبره كلاس. ايش معنى هذا الكلام؟ كل الملفات والصور اللي موجوده في الملف هذا بيعتبر الليبل تبعها كات، وكل ملفات الصور اللي موجوده في المجلد الفرعي هذا بيعتبر الليبل تبعها دوك، تمام؟ لانه الداتا سيت انا عندي مش مرتبه انه في سي اس في فايل وفي انا عندي عمود للليبل في الاخير، لا، عباره عن رو داتا فايلز. فكيف بدي اعرف الليبل تبعها؟ بروح برتبها في مجلدات سواء كانت تكست او ايمجز. وتحط اكثر، تمام؟ فهنا نفس الفكرة، أنا عندي المين دايركتوري بيحتوي على كل الداتا سيت، كل مجلد فرعي بعتبره كلاس، وكل ملف داخل المجلد الفرعي هذا بيتبع هذا الكلاس بالضبط. يعني أنا عندي كلاس A، فهذا A تكست واحد، A تكست اثنين، هدول كلهم الليبل تبعهم ايش؟ كلاس A. أنا عندي المجلد هذا كلاس B، هذا عبارة عن كلاس ليبل مختلف ثاني، كل الملفات اللي هنا تتبع هذا الكلاس. طيب عشان هيك لو رجعنا لقائمة المجلدات اللي موجودة في الترين ايش بلاقي عندي؟ هذا ملف مش مشكلة، هذا مجلد، هذا ملف، مجلد، ملف، ملف، في عندي هذا المجلد. انا بدي اركز على البوزيتيف والنيجاتيف، فهذا المجلد انا ما بديش اياه، الباقي ملفات مش مشكلة. فعشان هيك ايش بدي اسوي؟ بدي احذف هذا المجلد، ريموف لهذا المجلد اللي هو الانسب، تمام؟ بعد ما احذفه ايش بدي اسوي؟ os.list dir وايش بدي له؟ train directory. بلاقي انا عندي المجلدات البوزيتيف والنيجاتيف والانسب راحت، هذه ملفات خلاص مش حيتعامل معها، هو ايش بتطلع؟ على المجلدات الفرعية فقط. طيب الآن بدنا نقرأ الداتا سيت. دائما الداتا سيت أنا ايش بسوي؟ دائما بحدد الباتش، فهنا عدد إنه الباتش بتحتوي على 32 تكست دوكيومنت. كل دوكيومنت عبارة عن اكزامبل، عبارة عن رو بيمثل أنا عندي. والسيد ثبتها عشان كل مره يختار نفس التكست دوكيمنت، تمام؟ فهنا عندي رو ترين دي اس ايش بتساوي؟ تي اف تيراز بري بروسيسنج تكست داتا سيت فروم دايركتوري. هذه على فكره حنستخدمها كثير يعني في قراءه التكست دوكيمنت، ولو كان في عندي ايمج برضه حتكون نفس الفكره، تي اف تيراز بري بروسيسنج ايمج داتا سيت فروم دايركتوري. ايش بعطيها؟ المجلد تبع الترين، المسار تبعه، ايش كمان؟ الباتش سايز، وهو لحاله بطلب منه انه الداتا سيت اللي بتقراها اقسم لي اياها قسمين كنسبه مئويه، نص لل 80% للترين و 20% للفاليديشن، تمام؟ وهذه السب سيت سميتها ترين، واديته السيد اللي انا حددتها اللي هي 42. اختاري اي قيمه بتعجبك في السيد، بس المهم انه تثبتيها، تمام؟ بالضبط. لانه هنا الفاليديشن انه بدي استخدمها في التريننج، انه بدي يكون في عندي تريننج ايرور وفاليديشن ايرور،
وبعد ما انه انا بقيس انه والله صار في عندي اوفر فيت او لا، بعد ما انا اعتمد ايبوك معينه واحط ستوب عند ايبوك معينه، ساعتها بعمل ايفالويشن على التيست. تمام؟ اوكي، ايش بحكي لي؟ لقى 25000 ملف belonging to two classes. تمام؟ للتريننج قديش حيستخدم؟ 20000. وال 5000 فاليديشن 20% منه، كنسبة 20%. الآن ايش بده يسوي؟ بده ياخذ عينة. تكست باتش، ليبل باتش ان رو دي اس تيك. في التيك هذه ايش احنا اخذنا؟ اول ايش؟ اول باتش. تمام؟ يبقى اخذ 32 دوكيمنت. تمام؟ فور اي ان رينج 3 ايش حيسوي؟ حيعرض اول 3 دوكيمنت من الباتش. الباتش انا عندي قديش؟ 32. في التيك واحد اخذ 32 دوكيمنت، وهنا حيعرض الثلاث دوكيومنتس هذول. ايش حيعرض؟ الريفيو نفسه والليبل. تمام؟ طبعا هنا التكست باش نمباي حيعرضه كاري. تمام؟ والليبل تبعه. هو كل ايش؟ صحيح. بالضبط. تمام؟ هذا الليبل تبعه زيرو. تمام، هاي الريفيو هورر موفي كذا كذا كذا، هذه عباره عن ريفيو. وهنا ديفيد مامت، هذا الليبل تبعه زيرو زيرو، هذا الليبل تبعه واحد. تمام، هيو ليبل زيرو كوريسبوندز تو، اذا انا مش عارف ايش الليبل زيرو والليبل واحد، هيو رو ترين دي اس كلاس نيمز، في عندي اتريبيوت اسمه كلاس نيمز ممكن اشوف منه انه الزيرو معناها نيجاتيف والواحد معناها بوزيتيف، معنى ذلك انه هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. تمام؟ بالمناسبه حتى الافلام الوثائقيه موجوده انا عندي هنا في الاي ام دي بي، انه بشوف الريفيوز تبعتها. طيب نيجي نطبق نفس هذا الكلام، بس وين بدنا نعيد الكلام هذا؟ بس على الفاليديشن. تمام، بدي اديله نفس المجلد ونفس السيد ونفس البرسنتج. تمام، وبحكي له هنا الباراميتر الثاني السبسيت اللي هي عباره عن فاليديشن، بخزنها في هذا الكلام. لقيت مش هنا بقول لي لقيت 25000 واخذت 20000 اللي هو 80%. تمام، هنا نفس الفكره، هو بقول لي لقيت 25000 لان انا اديت الداتا ست كلها، وبقول اخذت 5000 اللي هي 20%. غير هذه ليش؟ لانه انا عامل نفس السيد بيمشي الحال. تمام، ضل التست بلزمها سيد. بالضبط. تمام، ليش اديته المجلد بالاضافه للباتش سايز؟ قرات التست ديتا، فحيقول لي لقيت في التست قديش؟ 25000 تو كلاسز. تمام، انا بس مجرد ان انا حملت الداتا سيت كتكست داتا. الان بدي اجي ايش اسوي؟ بدي اعمل بريبير للتكست للداتا سيت للتريننج. طبعا البريبريشن هنا ايش بلزم؟ بلزم ان انا اعمل التكست يصير انا عندي ستاندرد كله بنفس النمط. تمام، واعمل له توكنايزيشن هنا انه التكست انا اقطعه لكلمه لتوكنز. تمام، هو التقطيع لكلمات مش صح بالمعنى الحرفي. ليش؟ لانه على سبيل المثال لو كان انا عندي تكست زي هيك،
Hello, how are you? لو انا بدي اعمل split على space هذه هياخدها كتوكن، شايفين including بما يتضمن الكوما، وهاو لحال، هاو والار لحال، واليو مع علامة استفهام لحال. فايش بسوي؟ عادة انه بروح باخد زي هيك، بعمل تباعد، مش تباعد اجتماعي، تباعد للبنكشويشنز. فبالتالي لما باخد توكن، فبالتالي انه بياخد الكوما لحال وعلامة الاستفهام لحال. شو السبب في ذلك؟ تمام؟ السبب في ذلك انه على سبيل المثال انه اليو هذه مرت علي مرة مع علامة استفهام، ممكن تمر علي مرة ثانية مع كوما، وممكن تمر علي مرة ثالثة انه بدون كوما. فبالتالي انا عندي ثلاثة variations لليو، فبالتالي انا بدي اقرر الفاريشنز وبدي اعتبرها انه هي كلمة واحدة بهذا البري بروسيسنج، عشان انه التقطيع لتوكن انه هذه توكن لحال، هذه توكن لحال، هذه توكن لحال، تمام؟ وهنا هيك بتصير انه هذه هي نفسها، هذه هي نفسها، هاي واضح الغرض من هاي الشغلة؟ تمام. وطبعا انه عشان معمول له سكرابينج من الانترنت ممكن الاقي بعض ال HTML tag، فايش بدي اسوي؟ بدي ازيله. هذا الكلام حيسوي لي هذا الكلام كله، بدي له الانبوت داتا، بحولها للور سبيس، هذا نوع من النورماليزيشن، كله لور سبيس، وبشيل ال HTML، تمام، وبشيل البنكشويشنز، تمام. اوكي، ممكن هذا ليش انا بدي استخدمه تحت؟ هنا في فول ستوب، تمام، وفي هنا في بانكشويشنز موجوده، فحنشوف كيف بده هو يعالجه. فبدي اخذ هذا واجرب اطبق عليه هاي الداله. تمام، هو راح حوالي للتي اف. اوكي، حوالي للتي اف بس هاي السترينج، تمام، كفاليو موجود لانه هنا تي اف دوت سترينج. ما فيش اي بانكشويشنز، ازالها كلها، ما فيش ولا بانكشويشن. حتى هنا الويف وي هاف شيل، تمام. هذه واحدة من الاساليب، انا بزيلها كلها. في اسلوب ثاني انه بخليها بس بعملها سبيسنج، بعملها تباعد، فبالتالي هنا بحدد انا ايش بدي اسوي فيها بالضبط، فبالتالي هنا بعملها سكيبنج. اوكي، طيب حقيت هنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل فيكتورايزيشن، بدنا نحول التكست لارقام. يبقى اول خطوه ايش حولنا، ايش سوينا؟ قرانا الداتا سيت من دايركتوري معين موزع على سب دايركتوريز، وقرانا الفاليديشن، وقرانا التست، وعملنا بري بروسيسنج وتوكنايزيشن.
تمام. هنا ايش بدنا نسوي؟ حددت الماكس فيتشرز، بدنا نعمل فيكتورايزيشن، بس الفيكتورايزيشن هنا لازم الدايمنشناليتي تبعتي انه انا اثبتها. انا عندي هاي دايمنشن انا عندي في التكست، تمام؟ فهنا بدي احدد الماكس فيتشر، يعني عشان توضح الفكره. في عندي في هذا المجلد في عندي كوماند اسمه في لينكس دبليو سي وورد كاونت ماينس ال، عد لي عدد الاسطر لهذا الملف سلاش اي ام دي بي دوت فو كاب. على ايش بيحتوي هذا الملف؟ على الفوكابلري المذكوره كلها في 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 الداتا سيت تبعتي، تمام؟ قديش طولها؟ شو هيك برضو؟ موجودة هنا في المجلد هذا الرئيسي مش في التريننج. قديش؟ 89,000 كلمة، 39,000 مفردة مش كلمة. نعم، في كل الكوربس، في كل الداتا سيت تبعتي، تمام؟ طبعا هذا الفوكابلري انا بحكي بالفوكابلري، انا باخذ فيها مفردات، عدد اليونيك بالضبط، تمام؟ فانا عندي 89,000، معنى ذلك انه انا الانبوت نيورون، الانبوت لاير عفوا، بده يكون في عندي 89,000 نيورون، وهذه شغله مش معقوله، انه انا عندي كل الكلمات اروح اعمل، لانه كل كلمه بيعتبرها عباره عن فيتشر. فكل كلمة عبارة عن فيتشر، بدي اعمل لكل كلمة نيورون في عند في الانبوت بدي اعمل 89,000. شوفوا الفوكابلري هذا كيف شكله. فأنا بدي اعرض لكم جزء من الملف. هيد اول خمس اسطر ما فيش ال طبعا بطبيعة الحال. اللي هي the and a of، هو على فكرة مرتبة يعني انه الكلمات الاكثر تكرارا محطوطة في الاول، وهذا طبيعي جدا انه هذا النوع من الكلمات انه يكون الاكثر تكرارا، لانه هي بستخدمها في الكونجنكشن في الربط، انه the and a of definite articles والشغلات هذه كلها. نشوف التيل، هلاقي في بعض الكلمات نادرة شوية. تمام؟ Italian porn انه كتركيبة. Peanut butter. Drug centered. فبتلاقي انه هذه كلمات انه ممكن تكون انه مكررة بس بدون، يعني موجودة بس بدون داش. بس لانه هي انه بالضبط. يعني على سبيل المثال انه سارة ميشيل مذكورة، بس انه يعني حلاقيها انه مكررة، يعني مكررة قد يكون انه مرة واحدة في كل الداتا سيت تبعتي، تمام؟ فبالتالي ايش بدي اسوي انا؟ بدي اروح احدد عدد الفيتشرز تبعتي 10,000، الثمن بدل ما هو 89,000 او 9 عفوا، بدل ما هو 89,000 بده يكون 10,000. طب واللي الكلمات يعني لو صادف انه يعني اخذت ال 10,000 الاكثر تكرارا، تمام؟ طب لو صادف انه انا عندي كلمه خارج ال 10,000 هذه شو بسوي فيها؟ ديسكارد بالضبط، تمام؟
هذه شغله. والشغله الثانيه ايش بدي اسوي؟ بدي اثبت اللينث تبع الريفيو، وبدي اعتبر انه انا عندي الريفيوز الطول تبعها مختلف مغاير. يعني هنا ايش ممكن نسوي؟ هاي هنا ممكن نضيف كمان عمود واقول انه اللينث لا هذه 115 كلمة، 650 معقول 650؟ شايف طويلة كتير. هذه الأولى هيها بتنتهي هنا، والثانية هيها بتنتهي هنا، وهي لسه مستمرة هي، ففعلا طويلة تمام. وال 379 أطوال مختلفة. إيش بدي أسوي أنا؟ بدي أثبت الطول. طيب اللي أقل من 250 إيش بدي أسوي فيه؟ بروح بعمل بادينج بالضبط، بحط حشوة. باد يعني حشوة تمام، بادينج يعني انه بحط حشوة. طب والاطول بالضبط تمام. هذا كله عشان انا اختصر الموضوع، بدنا نشوف هل فعلا الاشياء اللي انا بسويها هذه بتاثر على الاكيرسي انا عندي ولا لا. فاخذت اكثر 10000 وثبتت طول الريفيو تمام، عشان اتعامل كله مع شغلات ثابته انا عندي في الريفيوز. الموست فريكوينت يعني انا ما اختصرتش ثمن الكلمات. يعني هتلاقي انه الكلمات اللي انا بعملها ديسكارد في كل ريفيو كلمات نادره الحدوث، فهتكون قليله جدا. صحيح انه هي كعدد انه انا عندي يعني 7 أثمان من الفوكابلري تبعي، ولكن انه الفريكوينسي تبعها نادر جدا. بعمل ايش؟ يعني بطلع وبعدين بعمل كاونت. لا بروح بشوف كلمة كلمة، والله الكلمة هذه موجودة ضمن ال 10000 بخليها، مش موجودة بشطبها. بالضبط. بالضبط. كان أقل بحط حشوة، كان أكثر بيقتطع. تمام؟ طيب. صحيح، بس يعني احرف الجر كلها على بعضها قديش؟ 17 18 100، يعني نعتبرها 100، بس انا ماخذ 10000، فبالتالي انه يعني 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 لو انه يعني ما اخذتش بعين الاعتبار انه طلعت احرف الجر يعني من خارج الحسبه، برضه انا بكون ماخذ كم كبير من الفوكابلري. صحيح، ملف مش مجلد. بايثون ديكشنري. صحيح. قديش تتاخر؟ لا هي في لينكس كوماند انه انا ممكن انه يعني كوماند واحد بجيب الفوكابلري اليونيك اللي في داتا سيت معينه، وممكن في البايثون، بس في اغلب الاحوال بده يلف عليهم كلهم.
واللف عليهم كلهم مش هياخد وقت كتير كبير زي ما انت بتتصور يعني، حتى لو كانت 25,000 مش انه يعني شغلة كتير كبيرة يعني. يعني هذه الشغلة ممكن انه احنا نسويها جانبا هنا. بقيت انا بدي اجيب هذا الكلام للترين. احنا وين عاملين هذا الكلام؟ البوكابلري هذا طلعنا عندي، هذه الداتا سيت كلها ترين وتست. تمام، انا ايش بدي اسوي؟ ممكن اديله انا بدي احكي له كات محتوى الملفات كلها لهذا المسار، سلاش ستار كل الفايلز. تمام، واعمل بايب مع اليونيك، وبعدين بدي اعمل بايب كمان مره مع دبليو سي ماينس ال، وشوف قديش بتاخد وقت. No such file or directory. كيف؟ في شيء ايه؟ ليه؟ No such file or directory. Okay, TR. طيب اجيت هذا الكوماند بعدد لي عدد الكلمات مش اليونيك وورد. اليونيك وورد لو بدي اعمل سبليت في الاول، في انا عندي كوماند بيعمل تي ار بحدد السبريتور ايش هو، انه هو السبيس زي هيك، وبعديها بمرره لكوماند ثاني اللي هو يونيك دوت سي بيعدل لي عدد التكرارات اليونيك. تمام، انا مش عامل هذا الكلام انه كان يطلع لي ايرورز، فبديش انه انا اضيع اكثر وقت اكثر من هيك، ولكن انه هذا عد كل الكلمات. ايش عملت؟ عملت كات لا كل الملفات اللي امتدادها تكست، كات كونكاتينيشن يعني، فراح كلها دمجها كلها في فايل واحد في البفر. تمام، وبعديها عملت بايب لكوماند ثاني اسمه دبليو سي ماينس دبليو، عدل لي عدد الكلمات، فهنا عدد الكلمات 2 مليون ولا 29 مليون؟ 2 مليون.
نعم بالضبط. فالآن إنه هاي لستة الكلمات هذه، إنه عشان ما أجيبليش إياها كلها، أجيب بس أول خمس أسطر من اللستة، فهيهم هدول بعملهم كونكاتريشن كلهم مع بعض، وهنا بعدي لي إياهم. فتنفيذ هذه البروسيس ما ياخذ وقت، فبالتالي أنت متخيلة إنه عدد الملفات كبير هياخذ وقت؟ لا، مش زي ما أنت متخيلة بالضبط. طيب الآن إيش بدنا نسوي؟ بدنا نفصل الـ x عن الـ y، تمام؟ وهنا إيش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل vectorization layer dot adapt text دي. تمام؟ ودالة الفيكتورايزيشن ايش بتسوي؟ TF expand dimension text. هذه الادابت انه هي بتروح بتشوف انا عندي التكست والفوكابلري كله من الترين تكست كله بتعده، تمام؟ عشان لما اعمل فيكتورايزيشن، لما اعمل expand تروح تحوله لفيكتور، و فبالتالي هنا بترجع لي نمبر فيكتورايز لاير، بترجع لي نمبر، تمام؟ وهنا الليبل كتابل، يعني شوف الاوتبوت تبعها وحتوضح معك الفكره، انه انا تكست باتش ليبل باتش عملنا نيكست، اخذنا اول 30 ريفيو مع الليبلز تبعتهم، وهنا عرضنا اول ريفيو بس، او اخذت اول ريفيو اللي هو الفيرست ريفيو فيرست ليبل text batch of zero والليبل batch of zero، رحنا عرضناهم كيف شكلهم، شكل الريفيو صار كأرقام، تمام؟ والليبل تبعه first review first label، الليبل تبعه هيو نيجاتيف، تمام؟ فبالتالي هاي الريفيو تبعه as a text وتحول هنا لأرقام. كيف تحول لأرقام؟ أنا عندي هنا الفيكتورايزيشن لاير بعمل له أدابت للتكست، إيش بيسوي؟ بيروح بلف على كل الكلمات، وكل كلمة بروح بديها رقم إندكس، والرقم هذا لا يعبر عن الفريكونسي ولكن يعبر عن الإندكس تبع الكلمة. أبسط لك الموضوع، يعني ناخذ على سبيل المثال هذا التكست اللي هو حاطه، هايو جريت موفي سبيشالي ميوزك إلى آخره من هذا الكلام. انه اللي تيجي تسالي انه ليش جريت موفي وانه هو نيجاتيف ريفيو، انا ممكن اجي في الريفيو تبعي اقول انه والله انه القصه حلوه وممثلين انه شو اسمه بس الاخراج سيء، انا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو ميكست يعني بوزيتيف مع نيجاتيف، بس في النهايه كيف بدي انا اعتبر انه هذا الفاينل ليبل له، بدي اعتبره يا بوزيتيف يا نيجاتيف، على حسب ايش؟ اذا بغلب عليه الشغلات البوزيتيف بقول انه هو بوزيتيف، اذا بيغلب عليه شغلات النيجاتيف بغلب يعني فبحكي عنه انه هو نيجاتيف، تمام؟ فهذا الكلام انه حسب الماشين ليرنينج موديل، فبالتالي انه ممكن اجي على سبيل المثال واحكي شغلات كثيره بس الويت تبعها يعني انه هي نيجاتيف بس الويت تبعها قليل، بس عند ريفيور ثاني، عند ناقد ثاني او مشاهد ثاني، لا بالنسبه له انه هي يعني هو الموضوع انه فيري تشالنجينج، لانه الهيومنز نفسهم انه احنا مستحيل نتفق على ليبل لفيلم معين، فبالتالي كيف بدنا نطلب من الماشين انه هي انه تطلع لنا انه بالضبط. كيف؟ يعني
لا احنا لسه ما طبقناش ماشين ليرنينج. هو حدد انه حمل بس انه سامبل ريفيو، وهنا انه الليبل تبعها نيجاتيف. لا يعني مين اللي حكم على اذا نيجاتيف او بوزيتيف؟ فهمت عليك. من الداتا بيز هذه، من السايت هذا، انه من الاي ام دي بي. هو بيكون فاصل بالاساس نيجاتيف او بوزيتيف؟ لا، انه اخذ آلية معينة، ل يعني على سبيل المثال كيف السكور بالضبط. يعني انا جيت تفرجت على فيلم، رحت حطيت له نجمة من 10 نجمات، ورحت كتبت الريفيو، فبالتالي حياخده انه الريفيو هذا في الغالب نيجاتيف. رحت واحد تاني اجى اتفرج على الفيلم، حط له 8 نجمات من اصل 10، وراح كتب ريفيو، بالتالي هذا الريفيو راح يكون في الغالب بوزيتيف. فبالتالي على حسب النجمات اللي ادوه كل واحد اداها للفيلم. هل هذا كلام يعني ممكن يصير منطقيا؟ بس قديش عدد الناس اللي ممكن يسووا شغلة زي هيك؟ يعني أنا اشتريت شغلة من أمازون، والشغلة هذه إنه عجباني، وكتبت ريفيو كويس، وحطوا لهم نجمة واحدة. قديش عدد الناس اللي ممكن يسووا شغلة زي هيك؟ بالمقارنة مع 50,000 ريفيو. فأنا بعتقد إنه كماشين ليرنينج إنه الموديل ممكن يعمل جنراليزيشن حتى لو كان في الداتا في بعض النويزي ريفيوز، ممكن إنه هو يعمل جنراليزيشن. احنا ايش كنا بدنا نسوي؟ انا في عندي تكست جاهز هيو، اسمه سامبل انا اصلا عندي disconnected، بعرفش اذا بدي اضطر اعمل run من اول وجديد ولا لا. سامبل تكست اعتقد ايوه موجود. تمام، ايش بدي اسوي؟ بدي احول الوردز هدول لارقام. تمام، ايش بدي اسوي عشان نفهم مفهوم انه فيكتورايز لاير دوت ادابت؟ انه بروح بتطلع كل كلمه بروح بديها اندكس، ببني زي ديكشنري، وهنا بروح بستدعيها. هنا فعلا بروح بستبدل كل كلمة بالاندكس تبعها. فهجيت هنا المرحلة الأولى إنه أنا إيش بدي أسوي؟ إنه نعم، هورجيكي كيف في الدكشنري الآن. فهنا بدي أسوي إنه build word index dictionary. إيش بسوي؟ بروح بعرف word index دكت ديكشنري فاضي، وبدي اروح الف على كل كل كلمه في النص هذا، بدي اروح افحص اذا كانت موجوده. عشان اريح راسي، عشان بديش اعمل اف و الس، فبقول اذا ما كانتش موجوده ايش بروح بسوي؟ هنا بدي اعرف انه اندكس كاونت يساوي 0.
بروح بحكي انه الورد اوف الورد بتساوي خليني اسمي هذا ماي اندكس بروح اعمل برنت ايش راح اعمل؟ لقيت هنا هاي ريتشل صادفها اول مره فبالتالي عندها اندكس 0 مش موجوده اكيد طبعا وهنا الثانيه اندكس 1 الثالثه اندكس 2 3 4 5 6 7 ركزوا معي 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 هذا كله جديد هاي 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 مركزين معايا تمام ثواني بس 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 وبعدين 59 62 كيف؟ لا في خلل في جملة الاف؟ لا هايهم اخر كلمة 3 94 وهم اصلا طولهم كلهم هاي اللين للسامبل فقط 126 ماشي انتوا بتقولوا انه هو مديهم كلهم كلمات معتبرهم كلمات جديده فهو اخر كلمه 94 ففي شغله يعني هنا يعني هاي الاند تمام الاند 3 صح يفترض انه هي يكون في عندي 3 هنا سموير في التكست هنا هاي الاند هاي وين في عندي اند كمان كيف ماشي صحيح مش هتكون مكرره بالضبط اوكي الان ايش بدنا نسوي النص هذا بدي اعمله بدي احوله لارقام انا ايش عملت انديسيز تمام فايش بدي احوله بالضبط فهجيت هنا 4 بدي اعمل كمان 4 بدي اعمل ليست واحكي word of the word for word why print line هاي 0 1 2 3 3 حكينا انه الان حلاقي انه هاي 3 متكرره كمان مره هنا في الديكود زي كانه بفك الشفره تبعتها تمام وتحط قصة انه انا بدي اعمل هنا فيكتورايز انه بدي احول الكلمات لارقام فانا عملت ديكشنري الديكشنري طلع طوله تقريبا 894 انه هذه الكلمة يونيك وكل واحدة لها رقم وهنا رحت حولتها لارقام بالضبط فبالتالي الريبريزنتيشن هذا صار واضح بالنسبة لكم شو معناته
تمام؟ خلينا ناخذ بريك. طيب الان نشوف بعد ما هو بنى الفوكابلري تبعه بدنا نشوف بدنا نديله الانديسيز تبعت بعض الكلمات ونشوف ايش هي هذه الكلمات. فبحكي لي هنا الاندكس تبع الكلمه 1287، ففيكتورايزر فيكتورايز لاير جيت فوكابلري، جاب لي كل الفوكابلري، فبقول له بدي الكلمه الاندكس تبعها 1287، ونفس الشيء هنا 313. فبطلع انا عندي هنا 1787 سايلنت، 313 نايت، تمام. وهنا رحت طبعت الفوكابلري سايز زي ما حكينا انه 10000. تمام. فهنا برجع بذكر هنا الماكس فيتشرز 10000 والسيكونس لينث 250. لما نعرفنا الفيكتورايزر لاير هي عباره عن تكست فيكتورايزيشن، اديته الداله تبعت البري بروسيسنج، وديت له الماكس توكن، وديت له انه الاوتبوت انه هو عباره عن انتجر، تمام، وديت له الاوتبوت سيكونس لينث، فبروح بطلع لي اياه كله بنفس النظام. تمام. الان في عندي بعض الشغلات متعلقه بالبرفورمانس كونفيجريشن، لانه هاي الشغلات انا فعليا مش هقدر احمل كل التكست داتا انا عندي في الذاكره، ذاكره محدوده يعني، والتكست بياخذ يعني حيز كثير كبير من الذاكره. فايش بدي اسوي؟ بدي اخلي الداتا سيت انا عندي موجوده على ديسك، وبدي اعمل العمليات هذه يعني اقرا البيانات هذه كلها من الديسك، فبالتالي حاعمل عمليات اي او كثيره، تمام. فعشان احسن البرفورمانس ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل اوتو تون للكاش تبعي اللي موجوده في التكست، فبالتالي هذا الكود بس لتحسين البرفورمانس لا اكثر ولا اقل، تمام. نيجي الان للموديل تبعي. بعد ما جهزنا البيانات بدنا نعمل الموديل، اوكي. بس قبل ما نعمل الموديل بدنا نفهم حاجة اسمها الوورد امبيدنج. وورد امبيدنج، تمام. احنا حكينا انه الاوتبوت احنا ثبتناه قديش، الانبوت عفوا 10000، تمام. بس 10000 لسه كتير كبير، وفي كلمات ريليتد مع بعض، تمام. فكيف بدي اخلي الكلمات هدول؟ يبقى انا عندي من اكس 1 لغايه اكس في حسب الفوكابلري سايز تبعي، تمام. وانا عندي الاوتبوت هنا من واي 1 لواي في، تمام، والفي هو عباره عن الفوكابلري سايز. فايش بده يصير؟ انا عندي بده يكون انا في عندي هنا طبقه من النيورال نتوركس بدها تتعلم لوحدها، انه على سبيل المثال انه لما تيجي مثلا كلمات انه تتكرر تواجدها مع بعض انه يعملها مابينج في وان دايمنشن. زي ايش مثلا؟ في عندي كلمات كثيره بتتكرر زي مجلس الشعب او مجلس النواب، فبالتالي مجلس الشعب ومجلس النواب يعني هي عباره عن كينونه واحده، بروح معملها مابينج لسبيس جديد بيكون اقل في السايز، تمام. فبالتالي بقلل الدايمنشنات، بدل ما هي 10000 بتصير اقل، وفي نفس الوقت انه الكلمات ريليتد بروح بجمع لي اياها في مكان واحد. زي ايش كمان انا عندي غير مجلس الشعب؟ على اكثر من مستوى بيشتغل، بيشتغل على مستوى الترادف وبيشتغل على مستوى التلازم. يعني زي ايش مثلا؟ زي ايش يعني ايش كلمات متلازمه؟ يعني دائما بتيجي مع بعض لكن معناها مختلف. لا هذه متلازمة، تمام. زي مجلس النواب، زي التميز والإبداع، زي داتا ساينس مثلا، تمام. فهذه انه كلمات مترادفة، اي متلازمة. ايش مترادفة؟ زي ايش مثلا؟
كيف؟ great amazing wonderful عظيم جيد ممتاز تمام. ايش في كمان؟ بالضبط في شغلات يعني مثلا زي متعلقه ب انه بيتش فيكيشن شاطئ البحر عطلات شغلات زي هيك بتكون انه هي متكرره مع بعض تمام. فبدنا نوصل لمرحله انه انا بدي يكون في عندي اقدر اعمل فيجواليزيشن للبيانات هذه تكون اندرستاندبل اكثر. فبدي يكون انه الريبرزنتيشن تبعهم من خلال انه انا اعمل تضمين للكلمات في دايمنشن جديد انه انا اقدر انه افهمه. يعني على سبيل المثال بيقدر انه هو يرسم علاقه الان بين هاي الكلمات. يعني زي ما على سبيل المثال ابل اي بي ام مايكروسوفت مانجو تمام. انه هذه الشغلات انه ريليتد مع بعض انه بقدر انه فبالتالي بحط الكلمات الريليتد مع بعض انه نفس الشيء. ممكن اديكم كيف؟ بالضبط هاي الصوره اللي بدي ادور عليها الان ثواني بس. شغلات زي هيك مثلا انا عندي هنا ميل فيميل فبقدر يرسم انه اوكي انه المان بالنسبه للومن زي الكينج بالنسبه للكوين. او فيرب تنس انه ووك ووكينج هدول انه شغلات مرتبطه مع بعض انه بس انه مجرد تصريف الفعل في زمن ثاني. وكذلك انا عندي والكانتري والكابيتال ممكن انه هو من خلال التكرار انا عندي في التكست انه يقدر يرسم العلاقه بين الكانتري مثلا باريس فرنسا ايطاليا روما. فبالتالي بطلب منه انه هو مثلا على سبيل المثال انه اساله اقول له ايش عاصمه كذا فبناء على السيميلاريتي يعني السيميلاريتي ميجور اللي هو رسمه في الوورد امبيدنج يقدر انه هو يعمل لي بريدكشن لهي الشغله تمام. فبتكون انه الريبريزنتيشن تبعها وسياتل وبوسطن انه حطهم هدول مدام هدول مدن حطهم جنب بعض. ليكتشر وتوك ريليتد مع بعض فبالتالي حطهم مع بعض تمام. هاد وجيف ريسيرش وساينس لهم ريليشن مع بعض فبالتالي انه بتكون انه عندي في الوورد امبيدنج سبيس انه بحطهم في نفس المكان في نفس الدايمنشن او في نفس البوزيشن في الويتس تبعهم انه في السبيس الجديد. هذه هي الفكره في الموضوع. فالان بغض النظر عن الافليكشن تبع الوورد يعني لما اجي اقول انه this film is amazing ولا this film amazed me فانا استخدمت verb tense مختلف ولكن انه يفترض انه يقدر يفهم انه المعنى انه نفس الشيء. فايش بدنا نسوي؟ بدنا نضيف طبقه للامبيدنج. طب انا بدي اقول لك تحسين البريدكشن لانه هو بقلل الاثنين مع بعض فالان بدي احط طبقه للامبيدنج. ممكن يعني ممكن اخليكم اياك اساينمنت انه انتم تعملوا موديل ثاني بدون امبيدنج يعني سيكونشال موديل عادي دنس لايرز حطوهم ورا بعض وتشوفوا كيف النتيجه. ار ان ان صحيح لا هذا سيكونشال موديل عادي بس انه في امبيدنج. اجيت لسه حناخد انه احنا كيف نضيف طبقات ار ان ان تمام. فالطبقة الأولى طبقة embedding إيش الانبوت تبعها؟ عبارة عن الماكس فيتشرز زائد واحد. ليش زائد واحد؟ مش احنا اتفقنا انه احنا انه اللي مش موجود في الفوكابلري انه نعمله ديسكارد فبحطه هو فيتشر انه unknown زي هيك. انه لو صادف انه كلمة عمروش صادفها قبل هيك فبحطها unknown فبالتالي بزود انه 10001 والامبيدنج دايمنشن انا عندي هنا 16 وكانه ال 10000 هدول بده يعملهم مابينج
ل 16 كونسبت، ان صح التعبير، او 16 موضوع. تمام. بعديها في عندي طبقه دروب اوت، هذه بتمنع الاوفر فيتنج، خلينا نحكي عنها هيك باختصار شديد جدا، لانه حنشوف هذا الموضوع في الاندر فيت والاوفر فيت كيف نمنع الاندر فيت الاوفر فيتنج. بعديها ما دام انا عندي طبقه امبيدنج لازم طبقه افريجنج بعديها. تمام. وبعديها طبقه دروب اوت، وبعديها دنس واحد. ليش واحد؟ باينري كلاسيفيكيشن. تمام. كومبايل باينري كروس انتروبي زي ما اتفقنا، اوبتمايزر ادم، والاكيوريسي باينري اكيوريسي. تمام. بس انه وصفته زي هيك ريدبل اكثر. مية وستين ألف باراميتر. تمام. الآن بنعمل ترين، عديته لترين داتا سيت والفاليديشن، وعدد الايبوكس 10. لاحظوا انه الجي بي يو مفعل، لو ما كانش مفعل كان بيكون أبطأ من هيك، هو بطيء نوعا ما يعني، بس انه بيكون أبطأ من هيك من غير. بديت انا بأكيوريسي بقديش؟ ب 69% في الايبوك الاولى، الثانية وصلنا ل 80، جاي هنا الباينري اكيورسي 91 على الترين، والفاليديشن 87، وهذا طبيعي. تمام. نيجي الان للايفالويشن. سبعة وثمانين بوينت ثلاثين، هنا بوينت بشكل أدق. الآن بدنا نرسم البلوت، نجيب الهيستوري. إيش أنا عندي في الأعمدة؟ اللوس، باينري أكيورسي، فال لوس، فال باينري أكيورسي. تمام. خدنا بلوت المرة اللي فاتت صح؟ تمام. فبالتالي هنا هذه الدوت هو عبارة عن training loss، وهنا الفاليديشن. بنلاحظ انه التريننج هيو بدأ ينزل في النازل اكتر. تمام. والفاليديشن هيو استقر هنا، معنى ذلك انه لسه بديت ادخل في مرحلة الاوفرفيتنج. والايرور، عفوا، هذا ايرور او loss. تمام. بيكون في النازل، اما الاكيورسي بتكون عكس المنحنى هذاك، انه بتكون في الطالع زي هيك. اوكي، هيك تقريبا بنكون خلصنا التكست كلاسيفيكيشن. في حدا عنده سؤال؟